السلام عليكم، انا محمود سمارة، انا اعلام كونسلتنت في شركة تريبل اس اي تي. في هذا الفيديو راح نحكي عن ويب بيرفورمانس تيستينج اند لود تيستينج باستخدام مايكروسوفت فيجوال ستوديو 2012. في الفيديو راح نستخدم ويب سايت افتراضي لاونلاين ستور حتى نقدر نعمل سيميليشن ليوزر عم يعمل براوزنج وفيديو ريكوردينج لبرودكتس موجودة على الويب سايت. بيست على هذا السيموليشن راح نعمل لود تيست لأكثر من يوزر عم يستخدموا نفس السيموليشن بنفس الوقت. طبعا بالنهاية راح نعمل تحليل الريزلتس للود تيست اللي عملناه. حتى نقدر نكمل اللاب تاعنا احنا بنحتاج لفيرشن ماشين بروفايدد باي مايكروسوفت. الفيرشن ماشين موجودة على براين كيلر بلوك. وطبعا اللاب تاعنا بيحتوي على 3 تمارين رئيسية. التمرين الأول راح ننشئ ويب بيرفورمانس تيست، التمرين الثاني راح نعمل لود تيستينج، التمرين الثالث راح نعمل رننج اللود تيست، وراح نحلل النتائج راح تطلع معنا من اللود تيست. خلينا نبدأ بالتمرين الأول. بهذا التمرين راح نعمل سمبل ويب بيرفورمانس تيست بروجكت. رح نعمل جنريشن HTTP request ونسجل الـ response، وراح نقيس الـ response أو سرعة استجابة الويب سايت. خلينا نروح على virtual machine، نعمل login باليوزر نيم آدم والباسورد زي ما هي موجودة على يمين الشاشة. بنروح على الستارت منيو، نختار مايكروسوفت فيجوال ستوديو 2012، فيجوال ستوديو التيمت 2012. الان نختار من نيو بروجكت، من فيجوال سي شارب تمبلتس نختار تيست، ونختار ويب بيرفورمانس الود تيست. كان نخلي الاسم زي ما هو، بنكبس اوكي. الان فيجوال ستوديو التيميت راح ينشئ لنا نيو بروجكت، نيو ويب اند لود تيست بروجكت. وبالنسبه للبروجكتس القديمه المبنيه على فيجوال ستوديو 2010 بتقدر راح تشتغل على 2012، لكن لازم نتاكد انه التيست كنترولر فيرجن لازم تكون ماتش للفيجوال ستوديو التيميت فيرجن. طبعا البروجكت بيجي باي ديفولت مع وان تيست سيتنجز اسمه لوكال تيست سيتنجز، وبيجي معاه باي ديفولت امتي ويب بيرفورمانس تيست. طبعا زي ما حكيت هذا بيجي فاضي، ففي البدايه راح نعمل اد ريكوردينج حتى نبدا نسوي ريكورد للسيناريو تبعي. ففي البدايه بكبس اد ريكوردينج، راح يشتغل معي الانترنت اكسبلورر حتى اتاكد انه الريكوردينج شغال. بيجي عندي على اليسار ويب تيست ريكوردر، هذا الويب تيست ريكوردر بعمل من خلاله ريكوردينج. في عندي ريكورد، ممكن اوقف البوز، اعمل بوز للريكوردينج تبعي، ممكن باي وقت انهي الريكوردينج تبعي بعمل ستوب. طبعا لازم ننتبه اثناء ريكوردينج انه الفيجوال ستوديو راح يسجل الثينك تايم. الثينك تايم هذا ايش؟ هذا اثناء اليوزر عمال بيستخدم الويب سايت، عم بيكون بوقف بين كل براوز والثانيه. مثلا ممكن عم بدخل يكون الكريدت كارد، ممكن بدخل يوزر نيم اند باسورد، ممكن عم بيقرا. فهذا الثينك تايم مفيد لنا باللود تيست حتى نعمل اكشوال سيميليشن للتيست تبعي. الان راح نقوم بتسجيل تيبيكال سيناريو ليوزر عم بيعمل براوزنج واوردر للبرودكت موجوده على الويب سايت. نختار تالسبن تويز موجوده عندي في بالفيفورت بار. والان راح يشتغل عندي الويب سايت، والان راح نشوف انه الريكوست تاعي تسجل على التست ريكوردر على اليسار. راح اختار موديل ايربلينز وبعدين فورث كوفي فلاير، ومن يو مايت اولسو لايك بختار تري ريسيرش روكيت، وبعدين بنهي الريكورد تبعي بعمل ستوب. طبعا اول ما ننتهي من التست تاعنا مباشره فيجوال ستوديو راح يعمل شغلتين. اول شيء راح يعمل ديتكتنج الدايناميك باراميترز، وثاني اشي راح يعمل رننج للويب بيرفورمانس تيست.
طبعا زي ما احنا شايفين بالتست ريزلتس طالع عنا الان انه عمل الران مره ثانيه وطلع انه باست. بالاضافه الى هيك راح انتهى من عمليه الديتكتنج الدايناميك باراميترز. الدايناميك باراميترز بتنتشر بعد انتهاء من الريكوردينج للويب بيرفورمانس تيست مش اثناء عمليه الريكوردينج. طبعا دايناميك باراميترز هي مثل الكويري سترينج، الكوكي فاليوز، البوست فاليو، الفيو ستيتس، هاي كلها دايناميك باراميتر، وهاي كمان نقدر نعدلها احنا بعد كرييتنج للويب بيرفورمانس تيست. خلينا نشوف الديفينيشن تاع الويب بيرفورمانس تيست اللي ريكوردد عندي. راح نلاحظ انه كل الريكويستس مسجلين عندي. لو فتحنا اول ريكويست راح نشوف جواته الكويستنج باراميترز اوردي ريكوردد اللي عملها ديتكشن. برضو الثاني ريكويست موجود عندي، والثالث ريكويست نفس الشيء موجود عندي. في عندنا نوعين من الرولز اللي نقدر نطبقهم على كل على اي HTTP response. اول نوع اللي هو validation rule اللي بنقدر من خلاله نتحقق من اي تكست موجود عندي بالصفحة او اي tag او attribute موجود بالصفحة. النوع الثاني اللي هو extraction rule اللي بنقدر من خلالها انه نحفظ بعض القيم في الكونتكست تاع الويب تيست. طبعا هذه القيم نقدر ناخذها من اي فيلد موجود عندي بالبيج، اي تكست، اي اتريبيوتس، هيدر، ريجولر اكسبريشن، اي هيدن فيلد. الان نختار ويب تيست 1 من السوليوشن اكسبلورر، رايت كليك، بنعمل رينام، بنغير اسم تو براوزنج. طبعا هاي الشغله بتسهل علينا عمليه تتبع السيناريو المسجل. خلينا نشوف الثينك تايم اللي سجلناها اثناء تسجيلنا للويب تيست. نختار ست ريكويست ديتيلز، راح يطلع لنا جدول. هذا جدول مثل لنا الريكويست اللي عملناها، وبيبين عنا كمان الثينك تايم لكل ريكويست. حنشوف الاول مثل ريكويست كان ثينك تايم تاعه 10 سكندز، بعدين 5، بعدين 6، بعدين 0. طبعا عشان اللاب تاعنا هذا يكون الاكشوال يكون منطقي، من نقلل الثينك تايم، حتى هذا بيفيدنا باللود تيست اللي حنعمله بعدين. بنخلي اول واحده مثلا 2، الثانيه 1، الثالثه 5، ونخلي الاخيره 0 وبنعمل اوكي. الان بدنا نضيف نيو ويب بيرفورمانس تيست جديد بيمثل يوزر بده يشتري برودكت من الموقع من دلف بين تويز. طبعا بنلاحظ عندنا بالفيجوال ستوديو التيميت في عندنا فوق بالمين منيو بروجكت، بنختارها، بعدين بنختار ويب بيرفورمانس تيست. الان هذا راح يفتح الانترنت اكسبلورر مع الويب بيرفورمانس ريكوردر بانل. بختار تالس بين تويز من الفيفورت بار، بعدين بختار بيبر ايربلينز، بختار وينك توب تويز ستاند بلين، بعدين بختار add to cart، وبعمل check out. الان بيطلب مني ادخل ال information sample information، هدخل sample information ال first name، okay last name، والايميل. okay address. ونختار review order. وهذا بوديني على ال order details وال billing information، وبعدين بختار place order. اوكي، وهاي receipt window، بنختار stop. الان بنرجع للفيجوال ستوديو مره ثانيه. بنلاحظ الفيجوال ستوديو راح يعمل ديتكتنج للدايناميك باراميترز للويب تيست، برضه راح يعمل رن للتيست.
اوكي راح نعمل كمان راح اغير اسم الويب تيست بنسميه بدل ويب تيست 1 بنسميه باينج دوت ويب تيست. اوكي وبنلاحظ بالتيست ريزلت انه التيست ريزلت عندي فيلد. نعمل دبل كليك على التيست ريزلت بيطلع عندي تيست ريزلت ديتيلز ويندو. نلاحظ انه في عندي ليست اوف اتش تي بي ريكويست ريسبونس. نلاحظ الستاتس تاع الريسبونس تيست كونتكست وريسبونس تايم. اوكي خلينا نسوي سكرول داون ونشوف اخر ريكوست اللي هو فيلد. لو شفنا ريكوست وريسبونس حنشوفهم انهم اوكي حتى الستاتس تاع الريسبونس 200 يعني اوكي. بنروح على الديتيلز بنلاحظ انه في عندي فاليديشن رول ايرور. السبب في الفاليديشن رول انه الريسبونس يو ار ال اتغير عندي. سبب التغير هو ان الريسيت نمبر اللي عم تتخزن في الريسبونس كوري سترينج في كل تيست عم تتغير. الان بنسكر التيست ريزلت ديتيل ويندو وبنرجع للباينج ويب تيست اديتور. الان بما انه احنا عارفين شو سبب الفيل اللي صار عندي بالويب تيست راح نعمل شويه موديفيكيشن على الديفينيشن تاع الويب تيست. بروح الان على الفاليديشن رولز بختار response URL. اوكي بعمل right click على response URL وبختار delete. هذا طبعا رح يشطب عندي رح يحذف عندي ال validation rule response URL. الان قبل ما نعمل run test train خلينا نتأكد نشوف ال think time recorded نتأكد انها مناسبة للتست train. بروح اختار set request detail buttons بيطلع عندي زي ما حكينا التابل اللي ببين عندي request مع think time. حتى بعدل الان think time الموجود عندي ومتأكد منه انه ما يزيد عن 30 second لانه حتى يكون مناسب عندي للload test راح اعمله الان بالlater exercises. بعدل التست الان مثلا عندي 147 بخليها 4 مثلا وهذه بخليها 8 ونكبس اوكي. الان بعمل رن للتست تبعي مره ثانيه حتى اتاكد انه التست تبعي باس. بعمل رن. طبعا احنا باي ديفولت الويب بيرفورمانس تيست ما بياخذ بعين الاعتبار الثينك تايم اللي ريكوردد. هاويفر احنا ممكن نروح على لوكال تيست سيتنجز ونعدل هاي السيتنجز حتى كثير ياخذ الثينك تايم الريكوردد ثينك تايم. الان لازم اتاكد ان كل الريكوست تاعوني باست. لازم يطلع عندي علامه خضراء على الشمال. بسوي سكرول اب سكرول داون حتى اتاكد ان كل باث ان كل شيء عندي تمام وانه التست تبعي باس. بعمل كلوز للتست ريزلت وبهيك بنكون خلصنا التمرين الاول. ننتقل الان مباشره للتمرين الثاني. طبعا بهذا التمرين راح نستخدم الويب بيرفورمانس تيست اللي عملناهم بالتمرين الاول حتى نقدر نعمل اللود تيست. اوكي في البدايه راح نعمل ديفاين يوزر لود. راح نستخدم البيرفورمانس تيست اللي عملناهم بالتمرين الاول. راح نعمل سيميليشن للنتورك اند براوزر راح نستخدمهم. برضو راح نعمل ديفاين البرفورمانس كاونتر اللي راحين نعمله كولكت اثناء الدوريشن تاعت التست. الان بننتقل للفيجوال ستوديو. نختار من التوب منيو نختار البروجكت بعدين نختار نيو لود تيست. نعمل الان next. الان راح ادخل السيناريو نيم راح احط بروز اند اوردر برودكت. الان راح اسيب الثينك تايم ديفولت فاليو
واللي هي اكثر واقعيه. اوكي وبنكرس نكست. اوكي بالنسبه للكونستنت لود راح انزل راح نختار الكونستنت لود لللود تستعنا بس راح ننزل الفاليو من 25 راح نخليها 5. الان احنا نزلنا النمبر اوف فيرتشوال يوزرز لخمسة حتى يقدر اللود تيست تبعي يشتغل على الفيرتشوال ماشين بشكل صحيح ويطلع عندي النتائج الريزلتس تطلع عندي بشكل صحيح واكثر واقعية. الان بنذكر احنا بالفيجوال ستوديو التيميت 2010 كان في عندي ليميتيشن للفيرتشوال يوزرز وكان لما بدي ازيدهم كنا مضطرين نشتري لايسنسز حسب عدد اليوزرز الفيرتشوال يوزرز اللي بحتاجهم. الان بالفيجوال ستوديو 2012 الالتيميت فيرجن بطل في عندي هاي الليميتيشن، الليميتيشن هاي الغيت بقدر استخدم قد ما بدي فيرتشوال يوزرز. However, just for the trial license, في عندي limitation ل 25 user. And when I click next, بتطلع عندي شاشة جديدة اللي هي text mixed model for load test. الآن هذه بتعطيني 4 options. طبعاً the options هذه لو اختار أي واحدة منهم راح يعطيني description. Description هذا راح نشوفه على الجهة اليمين. ببين لي شو التكست model تبعي. الان نفترض انه البرودكشن لوج عندي على السايت تبعي عم بيعطيني انديكيشن كم يوزر عم بيستخدم او عم بيعمل بيرشيسنج للبرودكتس تبعوني، فبختار اول اوبشن حتى اللي هو بيرز توتال نمبر اوف تيست وبعمل نيكست. الان بعد ما اعمل نيكست راح تطلع لي شاشة الـ Add Test to Load Test Scenario. الآن من خلال هاي راح أضيف التست راح استخدمهم، بضيف أعمل Add، بختار Word Performance Test اللي أنا عملتهم، بختار Buying و Browsing، بضيفهم، بعمل OK. الآن لازم ننتبه إنه أنا مش بس بقدر أضيف Word Performance Test للود تيست، أنا ممكن أقدر أضيف كمان Unit Test and Coded UI Test. لكن لازم ننتبه انه بالنسبه للكودد يو اي تيست راح نحتاج 1 فيزيكال ماشين بير يوزر، راح نحتاج 1 فيزيكال ماشين بير يوزر. طبعا ليش؟ لانه احنا مفترض عاده اليوزر بالكودد يو اي تيست راح يكون عنده كنترول على كل الماشين اللي عم بيستخدمها على كل الانترفيس اللي راح يستخدمها. الان خلينا نفترض انه البرودكشن لوج عم بحكي لي انه 25% من اليوزرز اللي عندي عم بيعملوا عملية بروزنج للسايت والبروزنج عم ينتهي بعملية شراء 25%، بينما الباقيين عم بيعملوا بس بروزنج بدون ما يشتروا. الآن راح أفوت وراح أغير عملية، راح أسوي تشينج للديستريبيوشن ليست، راح أخلي 25% باينج وراح نخلي الباقي 75% بروزنج. أوكي وطبعا بس انتهي وبس نخلص بنعمل نكست. طبعا بهاي الستيب راح نعمل كونفيجريشن للنتورك ميكست. طبعا النتورك ميكست راح يسمح لي اختار نوع او اكثر من النتورك تايبس الموجودين عندي، وراح اعمل ديستريبيوشن لهاي التايبس بيست على الفيرتشوال يوزرز. راح نروح على الدروب داون ونشوف الاوبشنز الموجودين عندي، راح نختار لان لهاي اللاب لهذا التمرين. طبعا لازم ننتبه انه النتورك ميكست ما راح يشتغل عندي بهاي الفيرشن ماشين لانه الانفايرمنت عندي بتستخدم الاي اس الموجود عندي على اللوكال هوست. الان بنعمل نكست. الان بهاي الستيب راح نعمل كونفيجريشن للبراوزر ميكس. البراوزر ميكس راح يسمح لنا نختار نوع متصفح او اكثر، وراح يسمح لنا نحدد الـ distribution اللي بنبنيها based على الـ virtual users. طبعا زي network next هاي راح تعطينا نتائج اكثر واقعية عن المستخدمين اللي بيستخدم الموقع الفعلي. طبعا عشان استخدام التمرين بنخلي الـ default 100% للـ internet explorer وبنعمل next. الآن بشاشة الكاونتر سيت راح نحدد الكمبيوترز والكاونتر سيتس اللي محتاج نعملها كولكت أثناء عمل اللود تيست. راح أعمل الآن نعمل كليك على Add Computer، مندخل اسم الكمبيوتر VSALM.
الان مباشره راح يطلع عندي الكاونتر سيتس اللي بقدر اختارها في عندي ابلكيشن اي اس بي دوت نت دوت ابلكيشن اي اس اس كيو ال. راح اختار اي اس بي دوت نت و اس كيو ال وبنعمل نيكست. الان بشاشه الران سيتنجز راح نختار اذا بدنا التست يعني يشتغل خلال فتره معينه او يشتغل اتريشنز. الان نختار لود تست دوريشن، بنعدل الدوريشن من 10 الى 1 عشان الاكسرسايز تاعنا. الان بالسامبلنج ريت بنخليها 5 5 انه الاكسرسايز تاعنا جيد، لكن لازم ننتبه انه اذا في حال كان التست رن طويل لازم نرفع الفاليو هاي. بنخلي الباقي زي ما هو، بنعمل فينش. الان بعد ما انتهينا من الكونفيجريشن للسيناريو تبعنا، خلينا نعمل كونفيجريشن للداتا اللي راح اعملها كولكتنج اثناء تنفيذ اللود تيست. بنروح على اللوكال دوت تيست سيتنجز، بنعمل عليها دبل كليك، بنختار داتا اند دياجنوستكس عشان نشوف الادابترز الموجودين عندي. راح نلاحظ انه في عندي اس بي دوت نت بروفايلر، ايفنت لوج، انترنت تريس، نتورك ايميليشن اند مور. الان باي ديفولت راح نلاحظ انه ما في عندي ولا ادابتر سيلكتد. طبعا هذا طبيعي لانه الادابترز الكولكتنج للداتا راح ياثر على البرفورمانس تاعت الماشين اللي بنعمل عليها تيستنج. الان الانيبلنج الادابترز راح يكون بيست على النيدز تاعتنا. فور اكزامبل خلينا نعمل انيبلنج للاي اس بي دوت نت بروفايلر، بنختار تشيك بوكس اللي جنبها، برضه بنروح نعمل كونفيجر. الان الاي اس بي دوت نت بروفايلر بيسمح لي اعمل كولكتنج لداتا منها ميموري الوكيشن ومنها مثلا الاي دي او دوت نت كولز الداتا بيز مايكروسوفت اس كيو سيرفر داتا بيز. بنقدر هون نعدل السامبلينج انترفال اللي بنقدر الانترفال نجمع من خلال هالداتا. طبعا هذا اوت اوف سكوب الان اللاب تاعنا، خلينا نعمل كانسل. من نسوي ديسلكت للاي اس بي دوت نت بروفايلر ونعمل كلوز. الان انتهينا الان من التمرين الثاني. اوكي خلينا ننتقل للتمرين الثالث. الان بعد التمرين راح نعمل اكسكيوت للود تيست اللي عملناه بالتمرين الاول، وراح نعمل انلايز للريزلتس. اوكي خلينا الان نروح للفيجوال ستوديو، نفتح اللود تيست. اوكي راح نختار مانج تيست كنترولر من التول بار. راح نلاحظ انه عندنا الكنترولر ما في عندنا لوكال كنترولر، ما في سيلكت ولا كنترولر. لازم نختار اللود تيست ريزلت ستور، الستور الاس كيو سيرفر راح نخزن فيه الريزلتس تاعتنا. نعمل نختار الكونفيجر. اوكي ندخل السيرفر نيم، راح ندخله في اس ال ام، بنختار يوز ويندوز اوثنتيكيشن، بندخل اسم الداتا بيز اللي هي لود تيست 2010. اوكي بنعمل تيست كونكشن. اوكي بنعمل اوكي، نتاكد الان من الكونكشن سترينج تاعتنا وبنعمل كلوز. الان راح نعمل رن لللود تيست، نعمل رن. الان مباشره راح يبدا عندنا راح يشتغل عندنا اللود تيست. راح نلاحظ وجود عندنا فور بانلز، البانلز هاي موجود فيها جرافز. برضو حتلاقوا عندنا على اليسار موجود في عندنا التايمر موجود في الاعلى على اليمين، التايمر ببين لنا قديش ضايل على التيست حتى ينتهي.
برضو في عنا على اليسار لو بتشوفوا في عنا الكاونترز. الكاونترز هاي بتبين لنا ايش الكاونترز اللي ممكن نضيفها على الجرافز. في عندي ثريشولدز بيطلع عندي برضو ايرورز. طبعا عادة التست بكون فترة اكبر بس احنا خلينا دقيقة واحدة بس عشان التمرين تاعنا. الان تقريبا انتهى اللود تيست. مباشرة راح يعمل الفيجوال ستوديو انالايز ذا ريزلتس، راح يعطينا سمري بيج ببين لنا ريزلتس تاعت اللود تيست. طبعا السمري فيو الان راح تطلع عنا. الان هاي السمري فيو بتبين لنا الاوفر اول فاليوز اللي صارت عندي بالتيست. بتشوف عنا هون التوب سلوست بيج. ممكن حتى نرجع على الجرافز ونشوفها اللي صارت اثناء الاكسكيوشن تاع اللود تيست. الان نقدر نعمل كاستمايزيشن للجراف. فور اكزامبل ممكن نختار تو هوريزونتال بانل، خليهم بدل 4 نخليهم تو هوريزونتال. راح نشوف في عندنا البيج الاولى فيها كي اندكيتورز والجراف الثاني في بيج ريسبونس تايم. هذول طبعا كثير مهمين ونستخدمهم كثيرا. الان ممكن الان نختار اي انديكيتور اي لاين. طبعا هذا بس اختاره مباشره راح يعمل له هايلايتنج لللاين وراح يعطيني مارك للدوت بلس راح يعطيني مابنج له بالتيبل تحت. اوكي الان بقدر كمان اروح التيبل تحت واختار اي رو وهذا مباشره راح يعمل لي هايلايتنج لللاين الجراف لاين الموجوده في الكي انديكيتورز جراف. كمان احنا نقدر نعمل جراف خاص فينا. ممكن نروح نعمل اد جراف، خلينا نسميه مثلا داتا، نعمل اوكي. الان الكاونتر سيتس على الشمال ممكن نفوت اي كاونتر سيتس بيعجبنا او نحتاجه نختاره ونضيفه مباشره على الجراف على اليمين. الان نفترض خلينا نعمل نيو لود تيست وبدنا نعمل كريت ريبورت يقارني بين اللود تيست الجديد هذا مع اللود تيست اللي اوريدي عملناه. طبعا هذا شو الهدف منه؟ الهدف الرئيسي منه انه بساعدني اشوف هل في عندي امبروفمنت باللود تيست ولا لا ما عندي امبروفمنت باللود تيست. خلينا نروح على اللود تيست مره ثانيه واعمل ران. اوكي الآن راح نشتغل اللود تيست مرة تانية لمدة دقيقة. طبعا راح نشوف مرة تانية الجرافس الموجودين عندنا، راح نشوف التابلز الموجودة اللي تحت عندنا. طبعا اوكي طبعا زي ما حكينا في عندنا الجرافز نختار الجراف اللي بدنا اياه. خلينا نختار الكي انديكيتورز. ممكن في عندنا كمان على اليسار الكاونتر سيتس، ممكن نضيف اي كاونتر سيتس، ممكن نعمل الجراف اللي بدنا اياه. خلينا نستنى وبس نخلص عشان نسوي كومبير ريزلتس تاعت اللود تيست الحالي مع اللود تيست اللي عملناه قبل شوي، نشوف هل في ممكن واحد يشوف هل في تحسن بالبرفورمانس، هل في البرفورمانس لا صار بشكل أسوأ. راح نستنى لحد ما يطلع الريزلتس. الان خلينا نعمل كرييت لنيو ريبورت. نروح على التول بار نعمل نختار كرييت ريبورت. نختار كرييت اكسل ريبورت. نخلي كرييت ريبورت. نعمل نيكست. نختار ترند نيكست. خلينا نسمي الريبورت مثلا
trend report next. اوكي خلينا نختار last load tool load test اللي عملناه قبل شوي ونعمل next. الان نعطينا option نختار الكاونترز اللي نطلعها بالريبورتس. ممكن نختار اي كاونترز. اوكي فلنفرض مثلا انه نختار الباتش ريكويست بير سكند ونعمل finish. الان راح يطلع راح يصير جنريشن الريبورت على الاكسل. هنلاحظ عن عملية الجنريشن راح نلاحظ انه بينتج عندي 16 ريبورتس. نستنى عليه شوي بما ينتهي مباشرة بس ينتهي راح يطلع عندي التابل اوف كونتنتس للاكسل شيت. راح يعطيني كل الريبورتس. ممكن انا اختار اخر ريبورت اللي انا اضفناه اللي هو باتش ريكوست بير سكند. نعمل عليه كليك. الان هذا راح يعطيني مقارنة بين اللود تيست الاول اللي عملناه على اللود تيست الجديد. بيعطيني الكاونترز قديش كان اول وقديش كان صار جديد. بنلاحظ عنا كمان في عنا تيبل تحت بين الكاونترز بين الارقام قديش التحسينات او قديش صار اسوأ. لو رجعنا على التيبل اوف كونتنت راح نلاقي عنا اكتر من ريبورت. مثلا خلينا نختار average page time. هذا راح يورجينا انه كيف صار البيج تايم بين اللود تيست الاول والتوست تيست اللي بعده. زي ما نلاحظ انه اللود تيست صار اسوأ. الان بنكون انتهينا من الثلاث تمارين. عملنا في البداية web performance test، بعدين عملنا load test، وعملنا بعدين execution للload test. ان شاء الله نكون استفدنا من هاي التمارين. ويعطيكم العافية.